بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات المستوى الثالث الثانوي، أرحب بكم في درس جديد من دروس علوم البيئة على 201، واليوم بإذن الله تعالى سنتعلم معا عن مصادر الطاقة البديلة، وسنناقش الطاقة من المياه والطاقة من الرياح كأحد المصادر البديلة للطاقة عن الوقود الأحفوري والنفط. فلنبدأ أولاً بالطاقة من المياه المتدفقة. قديماً وحديثاً لحد الآن يتم استخدام طاقة المياه المتدفقة في العجلات المائية لطحن الحبوب. طحن الحبوب نستخدم فيه العجلات المائية، وكذلك تستخدم السدود لتوليد الكهرباء. سنفصل قليلاً في طريقة توليد الكهرباء من السدود. السدود أعزائي هي عبارة عن أساساً مجرى للنهر، كما تشاهدون في هذه الصورة هذا مجرى نهر. يتم قطع مجرى النهر في أحد المناطق، مثلاً هنا في هذه المنطقة تم قطع جريان النهر وبناء سد من الإسمنت والخرسان، الخرسانات، بحيث أن يمنع مرور الماء ويستطيع الإنسان التحكم في تدفق الماء، فهذا هو السد. ولكن كيف يتم توليد الكهرباء من السدود؟ لاحظوا معي أعزائي هذا المخطط. لدينا هنا خزان مائي، هنا هذا النهر العادي الطبيعي، هنا هذا هو بناء السد، خط هكذا، هذا البناء يسد مجرى الماء. ولكن هناك فتحات موجودة في هذا البناء أو في هذا السد، هذه الفتحات نحن الإنسان يتحكم بها. فماذا يحدث؟ يتم فتح هذه الفتحة ويتدفق الماء إلى أسفل بسرعة كبيرة جدا. وبما أنه يتدفق بسرعة كبيرة فسيصل إلى هنا التوربينات. والتوربينات أعزائي ما هي إلا عبارة عن مراوح. التوربين عبارة عن مراوح، مثل المروحة التي تعلق في الأسقف. هذه المروحة فيها ريش تدور بسبب قوة المياه المتدفقة، فإذا دارت ولدت طاقة حركية، فلدينا هنا طاقة حركية. هذه الطاقة تنتقل عبر المولد ثم إلى المحول الذي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، وتنتقل الكهرباء في الأسلاك ونستطيع نحن الإنسان البشر أن نستفيد من هذه الطاقة. وللسدود أهمية كبرى بالإضافة إلى توليد الكهرباء، فإنها تنظم تدفق الماء وبالتالي تحمي من الفيضانات وتحدد سرعة سريان المياه في الأنهار وتنظم الملاحة فيها، والملاحة هنا المقصود فيها تسيير السفن وما إلى ذلك. وكذلك من أهمية السدود أنها تكون منطقة جيدة لنمو الأسماك. هذه المنطقة تكون منطقة جيدة جدا لنمو الأسماك وحتى أسفل السد، وتكون أيضا مناطق جيدة لممارسة الصيد، السياحة في هذه المناطق والسباحة، وتعتبر أيضا مخازن ضخمة جدا للمياه العذبة، لأن هذه مياه أنهار، فهذه المنطقة هي عبارة عن مخازن للمياه العذبة. ولكن كما لها إيجابيات فلها سلبيات أيضا. فمن أهم سلبيات السدود أنها تغير من عمق المياه. لاحظوا معي في هذه الصورة، هذا كان نهر عادي متدفق عادي يجري بسرعة معينة، فعند بناء السد، عند بناء هذا السد تغير عمق المياه، تغير هنا عمق مختلف في المنطقة واحد، وفي المنطقة اثنين عمق آخر مختلف، فهذا تغيير العمق يؤثر على السلسلة الغذائية، يؤثر على الكائنات الحية الموجودة في هذه المنطقة، كما أنه يغير النظام البيئي بشكل عام في هذه المناطق. وكذلك من السلبيات كما ذكرنا التوربينات التي تدور تؤذي الأسماك جدا وتؤثر على عملية تكاثرها،
فمؤذية جدا للأسماك، وكذلك تسبب خلل في النظام البيئي نتيجة تغير درجات الحرارة. لاحظوا معي هنا في المنطقة، المنطقة واحد كما أسميناها، هذه المنطقة تكون فيها درجات الحرارة منخفضة عن تلك الموجودة في المنطقة الثانية، فعند تغير درجات الحرارة واختلاط ماء المنطقة واحد وماء المنطقة اثنين، فالتغير في درجات الحرارة يمكن للأسماك ألا تتكيف مع هذا التغير فتؤثر على دورة حياتها. أيضا بالإضافة إلى السدود يمكننا الاستفادة من طاقة الأمواج، ولكن هذه الاستفادة تكون محدودة فقط في أماكن محددة من العالم مثل فرنسا مثل كندا، لأن هذه الأمواج العالية القوية لا تكون متوافرة بشكل كبير في جميع مناطق العالم، كما أنها تؤثر على البيئة فتسبب في تغيرات بيئية مضرة في هذه المناطق. هذا بالنسبة لي الطاقة من المياه، فماذا عن الطاقة من الرياح؟ الطاقة من الرياح أعزائي هي عبارة عن طاقة نستعملها بسبب دوران هذه الريشة، لاحظوا هذه سنطلق عليها، سنستخدم مصطلح الريش، الريش وهي التي تتكون منها المروحة. فتستعمل الطاقة من الرياح عادة في طحن الحبوب، في ضخ المياه، وأيضا في توليد الكهرباء. فتلك المستخدمة، المولدات الهوائية المستخدمة في توليد الكهرباء هي بالذات نطلق عليها اسم المولدات الهوائية أو مولدات توربين الرياح. من مميزات الطاقة من الرياح أنها ذات تكلفة قليلة، رياح مجانية ولله الحمد، ولا تسبب التلوث بالتأكيد. الطواحين الهوائية كما تشاهدون، أتوقع أنكم شاهدتموها من قبل، مكونة تتكون هذه الريش ثلاثة من مواد صلبة وخفيفة الوزن حتى تستطيع الدوران بسهولة، وأيضا تتصل هذه الريش بمولد كهربائي نفس فكرة السدود، نفس الفكرة بالضبط، هذا مولد كهربائي يحول الطاقة الحركية الناتجة عن الدوران إلى طاقة كهربائية وأستطيع الاستفادة من هذه الطاقة. النوع الأول أعزائي من المولدات الهوائية هي مولدات الهوائية التقليدية، وهي أعزائي تدور فيها الريش حول محور أفقي. لاحظوا هنا هذا هو المحور الأفقي والريش تدور حوله، ومولدة طاقة حركية تنتقل وتتحول إلى طاقة كهربائية. ومن أهم مميزاتها أنها تولد كمية كبيرة من الطاقة. النوع الثاني من المولدات الهوائية هي مولدات داريوس. مولدات داريوس تدور فيها الريش حول محور رأسي، محور عمودي. لاحظوا هذا هو المحور وتدور حوله الريش بالمحور، حول المحور هذا محور الرأسي. ومن أهم مميزات مولد داريوس أنه حتى في درجات الرياح المنخفضة، أيضا تتولد كمية كبيرة من الكهرباء. ومن الجدير جدا بالذكر أعزائي وجود المولدات الهوائية في مملكة البحرين في هذا مبنى التجارة العالمي. لاحظوا هنا جميعكم شاهدتموه، هذه عبارة أيضا عن مولدات هوائية تولد الكهرباء لجميع المنطقة المحيطة بهذا المبنى. أعزائي هناك حقول تسمى حقول الرياح، وهي عبارة عن مناطق شاسعة جدا كما تشاهدون هنا، مناطق شاسعة يتم بناء وتشييد فيها العديد يعني الكثير جدا من المولدات الهوائية، وتكون هذه المناطق بعيدة عن المناطق السكنية، مناطق هائلة، ويتم تجميع الطاقة الكهربائية كلها الناتجة من هذه المولدات. ولكن
لحقول الرياح وعموما توليد الهواء من الرياح لديه بعض السلبيات. فأولها أن الرياح غير متوافرة دائما عندنا الرياح، وكذلك أنها تستغل مساحات كبيرة وشاسعة من الأراضي، وتتداخل مع أجهزة استقبال الراديو، وتسبب أيضا إصابات خطيرة للطيور التي تطير في هذه المناطق، كما أنها تسبب التلوث الشكلي والصوري للطبيعة في هذه المنطقة، وأيضا تكلفة بنائها عالية جدا. ولكن الجدير بالذكر أن حتى لو كانت تكلفتها عالية مبدئيا، فإنها بعد ذلك توفر المبالغ في توليد هذه الطاقة. وهكذا أعزائي انتهينا من درس مصادر الطاقة البديلة، والذي تحدثنا فيه عن الطاقة من المياه والطاقة من الرياح. ألقاكم بإذن الله تعالى في دروس أخرى من علم 201. تحياتي لكم.